ولنقاش ملف زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. كما وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي. ونبدأ مع الدكتور فالح. نعم دكتور فالح، كيف تقيمون زيارة حسن روحاني إلى العراق من حيث الأجندة وكذلك التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقات الإيرانية العراقية إذا صح التعبير، لأنه العراق ليس ندا الآن لإيران، ولكن النظر إلى حجم ومستوى العلاقة بين إيران والعراق الآن ينبغي أن يكون ننظر له من مستويين. المستوى الأول هو المستوى غير الرسمي، ونقصد به التواجد غير الرسمي للحرس الثوري ولمنظومة الحرس الثوري التي تشكل جزءاً من الإدارة الإيرانية. نحن نعلم أن في إيران هناك دولة إيرانية بحكومة برأس منتخب، ولكن هناك دولة الولي الفقيه التي لها امتدادات ولها نشاطات لا يمكن أن تحصر في الإطار الدبلوماسي. في العراق يوجد الآن، تحاول إيران أن تستدرج العراق، وبالفعل نجحت في هذا المجال إلى حد كبير، تستدرج العراق إلى أن يكون هناك مستويين للوضع الحالي. مستوى رسمي اللي تمثل الحكومة في العراق، اللي رأسها مثلا عادل عبد المهدي ومن قبل رؤساء وزراء آخرين، ومستوى غير رسمي اللي هو الميليشيات والقوات التي نراها. هناك ميليشيات كثيرة كلها تابعة لإيران، لولي الفقيه تحديدا. زيارة روحاني الآن عندما تأتي تحاول أن تتوج ما يصنع الطرف أو المستوى الآخر، مستوى الحرس الثوري. الولايات المتحدة بصفتها قوة احتلال عندما جاءت حاولت أن تضع منهجاً أو برنامجاً جديداً للدولة العراقية يقوم على أساس الولاء الكامل للولايات المتحدة من خلال الحكومة والبيروقراطية والمؤسسات الرسمية. لكن ما فعلتها إيران في الحقيقة هو أنها تغلغلت وتوسلت بطرق مختلفة لكي تحل محل الدولة العراقية، وبالتالي ما نشاهد اليوم هو أن هناك مؤسستين في العراق، مؤسسة رسمية تقوم عليها حكومة ومؤسسة أخرى. روحاني جاء يحاور المؤسسة الرسمية التي يقوم عليها عادل عبد المهدي أو غيره بانتظار عقد صفقات تجارية، ويعني طبعا التجارة هنا مهمة جدا لأنه إيران تشهد حالة من الحصار، وبالتالي العراق هو المتنفس الذي يمكن من خلاله عقد صفقات مهمة. دكتور سننتقل إليك، سنعود إليك في وقت لاحق، يرجى أن تبقى معنا. ننتقل إلى بغداد من هناك الدكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام مرحبا بكم. أهلا وسهلا، أهلا بك أستاذ محمد. دكتور عبد السلام، الرئيس برهم صالح خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قال بأنه لا يريد للعراق أن يكون ساحة للصراع الأقليمي أو الدولي. هذه الرسالة موجهة لمن غير إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم ولكافة الأخوة المشاهدين. أهلا بك. زيارة روحاني أساسا هي للعراق هي بمثابة إرسال رسائل إلى أكثر من طرف. من رسائل، من هذه الرسائل هي أنه ترامب لما زار العراق زار للسياسة، لكن زيارة روحاني إلى العراق هي استهانة للسياسة، لأنه أول ما وصل إلى العراق ذهب لزيارة الكاظمية قبل استقبال نعم. أما بالنسبة إلى بقية الرسائل فإذا أعطيت لك إياها وبعدين نرجع إلى سؤالك اللي هو ما يخص تصريح الرئيس العراقي برهم صالح. نعم. الرسائل الزيارة التي حب ترامب حب روحاني أن يوصلها أنه العراق هو ساعة ملك صرف لإيران وهي التي تتحرك، ولهذا
لما هو نزل بالمطار فاستهدف مباشرة بكرة وبتعلم يتصرف في دولة وليس بدولة أخرى. فهذا اتصال إلى أنه يقول لهم أنه موجودون ونحن في العراق عفواً والحكومة العراقية مثل ما تفضل وقتك أنه الشق الرسمي الحكومة العراقية والشق الآخر اللي هو الميليشيات هي كلها تابعة عنده. رسالة أخرى إلى الدول العربية تقول لهم أن إيران هي اللي تتجول في العراق بكل رياحة في الوقت اللي هناك علاقات غير جيدة أو غير طيبة أو غير عميقة مع بعض البلدان العربية. أما ما يخص تصريح الرئيس العراقي برهم صالح حول العلاقات فإن الكلام هذا هو إلى أمريكا لمسك العصا من الوسط بحيث تكون إيران من جهة وأمريكا من جهة ويستفاد من العلاقة بين الطرفين. نعم، ننتقل مجددا لضيفنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور فالح خطاب. تحدثت قبل قليل عن أن العراق يشكل متنفسا لإيران، يرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل أن بغداد تشكل حديقة خلفية لطهران، إلى أي مدى يعني هذا الكلام صحيح وكيف للعراق أن يكون كذلك وبميزانيته الحالية والأوضاع الاقتصادية الحالية؟ يعني العراق بالنسبة لإيران هو واسطة العقد التي من خلالها تتحرك عبر اتجاهات متعددة. لا ننسى موقع العراق الاستراتيجي الجيو استراتيجي، العراق يطل على سوريا، العراق يطل على الخليج، العراق يطل على المملكة العربية السعودية وعلى الأردن، وبالتالي نحن نتحدث عن عراق جغرافيا من أهم الدول التي تستطيع إيران من خلالها من خلال هذه المنصة القفز لتشكيل النفوذ الإقليمي الذي يستطيع أن يهدد مجموعة كبيرة من الدول العربية، خصوصا إذا علمنا أنها تحاول عبر طريق معين اللي هو طريق الطائفي أن تنشر ما تريد بوسائلها الكثيرة. وبالتالي يعني الحديث عن جوانب كثيرة لكن أبرزها هو الجانب العسكري، ثم هناك الجانب الاقتصادي الذي يمثل العراق الآن فعلا المتنفس الكبير من خلال مشاريع الطاقة، مشاريع الكهرباء، مشاريع كثيرة. إيران تحاول أن تنافس دول أخرى خاصة الولايات المتحدة على أن تملأ هذا الفراغ. العراق مهم جدا جدا وهو جائزة الكبرى لإيران. لو فقدت إيران العراق سوف تقطع صلتها بكل من سوريا وبالخليج وبالسعودية وكل هذه الأماكن التي تستطيع أن تؤثر بها من خلال المنصة العراقية. العراق كما قلت هو واسطة العقد وهو المحطة الجيو استراتيجية التي من خلالها إيران تصل إلى البحر الأبيض المتوسط وبقية المناطق. طيب دكتور عبد السلام، يعني الكثير من التصريحات الأمريكية أكدت مرارا وتكرارا أن إيران تواصل توسعها في العراق وكذلك أثرت على نفوذها في المنطقة ككل، لكن ألم تكن الإدارات الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003 هي التي فسحت المجال لهذا النفوذ الإيراني الشرس في العراق والمنطقة؟ نعم أستاذ محمد، ولولا التعاون الأمريكي الإيراني لما تم الدخول واحتلال وهذا تصريحات بكل الأطراف يعني للطرف الأمريكي والإيراني، وقد ساهم الإيران في الولايات المتحدة باحتلال العراق عسنا جهارا نهارا. واحد أريد أن أعرج على نقطة والتصريح. نعم. الشارع الرئيس الإيران اللي قال إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كانت أفساد عاصمتها بغداد حالي وهي فتح حضارة ثقافة، فهذه التصريحات المسؤولين من إيران. نعم دكتور عبد السلام، هل ما زلت معنا؟ الصوت يصلنا غير واضح.
ربما فقدنا الاتصال بالدكتور عبد السلام ياسين السعدي على أي حال، ربما سنعاود الاتصال به إن تسنى الوقت لذلك، وأيضا إن أنجدتنا الاتصالات الهاتفية التي تريدنا من بغداد. إليك سمية. نعم، بالعودة إلى دكتور فارح خطاب ضيفنا عبر الأقمار الصناعية، برأيكم ما هي أبعاد هذه الزيارة على العلاقات العراقية الأمريكية، خاصة وأن الممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك قال إن إيران تريد تحويل العراق إلى محافظة إيرانية؟ يعني أي عراقي يتذكر الماضي القريب يتذكر أنه قيل هذا الكلام، يعني القيادة العراقية سابقا حذرت قبل الاحتلال، حذرت من أنه هناك مساعي لكي من إيران طبعا لتحويل العراق إلى محافظة إيرانية، الكل يتذكر هذا، ونحن للأسف نشهد هذا اليوم. للأسف أيضا أن ما يسمى الحكومة العراقية هي حكومة تقف الآن في المنطقة الرمادية، عادل عبد المهدي بضعفه يقف في المنطقة الرمادية، لا هو يستطيع أن يواجه إيران ولا يستطيع أن يتملص من النفوذ الأمريكي، والنفوذ الأمريكي طبعا يتضاءل في العراق بحساب النفوذ الإيراني المتنامي، وبالتالي يعني هناك يعني درجة بين الدرجتين، يحاول هنا أن يمد رجل هنا ورجل هناك، لكن الحقيقة أن النفوذ الإيراني يتنامى في العراق بشكل كبير جدا، وكما قلت قبل قليل هناك مستويين، يعني مستوى الميليشيات وهي دولة الأمر الواقع في العراق، وهناك المؤسسة الرسمية اللي هي الحكومة ومجلس النواب، وهذا كله يتكون من أحزاب لها نفوذ، وبالتالي زيارة روحاني اليوم هي بالحقيقة وضع اللمسات الأخيرة على يعني قطف الثمار وقطف النتائج التي يعني يفعلها الحرس الثوري الإيراني في العراق، والتي من خلالها يمكن أن تقطف هذه الثمار عبر معاهدات واتفاقات كلها تصب لمصلحة إيران ولا يجني منها العراق أي شيء على الأطلاق. دكتور فالح، هناك من يرى أن الولايات المتحدة عجزت عن منع إيران من ملء الفراغ الذي أحدثه الغزو الأمريكي، ولكن أيضا هناك من يرى أنها هي من مهدت لذلك، أي الرأيين ترجح برأيكم دكتور؟ يعني الولايات المتحدة يجب أن ندرك يعني بشكل واضح، الولايات المتحدة سمحت لإيران، وهذا ليس من نظرية المؤامرة أن نقول أن الولايات المتحدة بحاجة لإيران لكي تنشر تتوسع بطريقة معينة، فغضت النظر عن الوجود الإيراني في العراق، لأن الوجود الإيراني في العراق كان يحقق لها كبت المقاومة العراقية وتدمير الحاضنة الشعبية التي كانت تحتضن المقاومة العراقية، وبالتالي كانت إيران كبلدوزر يعمل على نسف أي مقاومة للاحتلال الأمريكي في العراق، لكن هذا طبعا ليس بلا ثمن. كذلك سمحت الولايات المتحدة لإيران في سوريا بالتحرك، لا يمكن لأي دولة عربية مثلا أن تبعث قوات إلى سوريا للقتال إلى جانب الأسد، لكن إيران فعلت، وبعلم الولايات المتحدة حزب الله كذلك كان يمارس نفوذ ولا زال يمارس نفوذ بعلم من الولايات المتحدة، لكن كما قلنا كل شيء له ثمن. الولايات المتحدة الآن خصوصا في العراق تدرك أن المياه قد تسربت من تحت أقدامها، وأن هناك محاولة إيرانية عن طريق الدولة غير الرسمية اللي هي دولة الميليشيات ودولة الحرس الثوري للسيطرة الكاملة على العراق، ولذلك جزء من التفسيرات لوجود القوات الأمريكية المتنامي في العراق الآن هو للحد من وقوع العراق بالكامل تحت هذا المصير. فكلا التفسيرين يعني اللي تفضلت بهم في سؤالك موجود، وتحاول أمريكا الآن أن تستدرك بعض يعني تحاول الحد من النفوذ الإيراني، ولكن الأمور خرجت عن السيطرة، وبالتالي هناك إمكانية ليس حقيقية لكن إمكانية محتملة للصراع بين الطرفين إذا تخطت الأمور الحدود النقاط يعني الخطوط الحمراء.
نعم، برأيكم دكتور ما هو دور شركاء العملية السياسية في إتمام المشروع الإيراني والمساهمة بشكل أو بآخر لهروب إيران من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها؟ يعني للأسف العملية السياسية في العراق قامت بطريقة معينة تتيح لإيران أن تكون هي السيد المتحكم في هذه العملية. كلنا يعلم من جاء مع الاحتلال الأمريكي ومن قطف كل الثمار التي يعني قام بها. ولذلك السؤال السابق لهذا كان هو هل الولايات المتحدة يعني فعلت ما فعلت بطريقة، نحن نعلم جيدا كما يسمى في الأدبيات تخادم، وهناك بدل هذه الكلمة ممكن نقول تكامل أدوار. الولايات المتحدة أرادت أن تقيم عملية سياسية على مقاس معين، لكن كما نرى الآن العملية السياسية هذه مكونة من أحزاب معظمها يرتبط بميليشيات، هذه الميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري والدولة الأخرى في إيران دولة الولي الفقيه، وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانية كبيرة لأن تكون العملية السياسية في أكثريتها مبرمجة لصالح النفوذ الإيراني إن لم تحاول الولايات المتحدة استدراك الأمر، وكل هذا على حساب العراق الذي نرجو أن يثور بوجه الطرفين وينهي طيب المسألة الاحتلالين. دكتور ما دمنا نتحدث عن الطرفين، هناك من يرى أن زيارة روحاني إلى العراق هي رسالة للولايات المتحدة أنه في حال اندلاع حرب بين الطرفين أي بين طهران وواشنطن فإن العراق بسياسييها سيقفون إلى جانب إيران ولا يمكن أن يكون العراق عمقا استراتيجيا للقوات الأمريكية، ما دقت ذلك دكتور؟ يعني صحيح، يعني أنا كما قلت قبل قليل إيران تعتبر العراق هو المنصة المهمة الرئيسية التي يمكن أن يكون حائط صد لأي هجوم إيراني أمريكي على إيران أو تعويق هذا الهجوم. والعراق يستطيع، العراق الحالي طبعا بميليشياته بأذرع الإيرانية يستطيع أن يفعل الكثير، مع أنه هذا أيضا ليس خيارا بسيطا، هذا خيار صفري قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة وعميقة ومتجذرة. وبالتالي يعني إمكانية أن يقوم العراق بتعويق أي عمل أمريكي ممكن، ولكن الولايات المتحدة أيضا لها من القدرة بما يمكن لها أن تعيق عمل إيران في العراق. القضية معقدة جدا ومتشابكة إلى حد كبير. نعم دكتور، في ظل هذا التعقيد في العلاقات الأمريكية الإيرانية في العراق، إلى أي مدى تظنون أن مشروع إزالة أي تواجد أجنبي في العراق ستساهم في النهوض به وإلغاء الدورين الأمريكي والإيراني؟ يعني أنا لم أفهم السؤال جيدا، هل هو نهوض من خارج؟ في ظل الحديث يعني كان عدد من النواب البرلمانيين تحدثوا عن إزالة التواجد الأجنبي في العراق. يعني أنا أخشى أن يكون هذا الحديث هو حديث لصالح إيران، يعني الحديث عن إزالة النفوذ الأجنبي إذا كان مقصود في إزالة الولايات المتحدة وقواعدها فهذا طيب، ولكن ماذا عن الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني المتنامي؟ إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عين الأسد وقواعد هنا وهناك، فإن إيران تمتلك بالحقيقة وجوداً فعلياً على مستوى الأرض العراقية بأماكن كثيرة، ويشكل هذا عبء كبير على العراق اقتصادياً وسياسياً وطائفياً ومن كل النواحي. عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، كما نشكر من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي.